بعثر مشاعري، طير لي برجين في راسي، وطلقت خلقي وشعري، والسبع في الحب راسي. لازم اتلازم يا جماعة، هم مش مولفين عليا اقول حاجة رومانسي او حاجة جميلة. دايما خطوط ضرب نار وبالراحة شوية مع شاعرنا الكبير استاذ خالد امين. برافو. حتى لما بشوف الضحك في الحفلات كأنه صراع ورا الكواليس، بحس الضحكة مأكولة بلون إبليس، ومود بيلف ويحزن سنون دبابيس، قناع زايد وبيتقسم بيسحب مننا الأحاسيس، المسرح اعتلاه تمثيل، ولو تماثيل، ولا فكرة ولا معنى تجمعنا، حوار مكتوب في سيناريو، بيتكلم عن التواريخ، بيتكلم عن التاريخ، عن العزبة اللي فاتها الجد، على العزبة اللي فاتها الزد وخيرها كان زراعة ودين، وشوه حتى يوم حطين فاكر نفسه نابليون تاني، فاكر نفسه صلاح الدين، وكل يوم ولو كذبة، عمود ثابت في الجرانين، وحتى الضحكة يضحكها ما تعرف كانت نصيبها لمين، وكل كوم وعكازه عصاية كبيرة منقوشة بإنجازه، تطوف الشلة حوالين ويبوسوا حرف بالوازن، ويتباركوا ويتعكوا ويشدوا لقمة بالغلبان، ويدوا هدايا للنسوان ساعات خاتم ساعات فستان، سلاسل وحلق كردان، فلوس مرمية بذكائي ولا حصروا في يوم بجعان، بحجة ايه؟ ما تعرفش، طالما يقول أنا فنان ونجم ستار، خلاص بنهار، وقلبي بحر متعبي وساكنه مجان، وبمشي بليلي وبخبط في أي مكان، زهقت بجد من الأحزان ومن كتر اللي بشوفه العالم حسه أنا إنسان، وأي حد في مكاني أكيد حيصور ودمه يفور، مراكز هي ووسايط، وتبقى العبيط صايط ويعلى في الواسطة، ويبقى مدير لبنك كبير، موكله يبقى وزير، وإنت كتير، في كل ناحية هتشوفه، وحتى في لعبة الكورة لعيبة كسر مغرورة، ولا عملوا في يوم إنجاز، ولا سدوا قصاد بيه. كلام إعلام وبنصدق طوحنا في المراجيح، بقولها صريح، إزاي تعدي من أزمة وإنت جريح تمد إيدك الفرقة لجيب الخير، وإحنا خلاص تعودنا على التغيير، مركب كلنا فيه وقلنا نعيش ونتعايش ونكتب يومنا بالإيمان حيطان مدهونة بالطيبة، بس الدنيا دي غريبة، عجايب طالة مش شاشة، ناس قلوبها غشاشة وشاربة كل نهر الخير، بتلعب بينا في التفكير وبتسوقنا في أسواقنا، تغير خط أوراقنا وتفتح صفحة في الأيام، وتكتب كل أسامينا، تسمي غلافنا من برة، ولا روحنا ولا دينا، هنرجع زي ما بدينا لإيد فوانيس. شكرا جميل أستاذ خالد أمين.